بداية كنحييكم، كنحيي الصحافة اللي متتبعة الوضع بالإقليم وكذلك بكل جرعة وبكل شجاعة، وحاول ترصد، كتحاول دائما ترصد واحد المجموعة ديال الخروقات والانتهاكات واللي هي جزء من الجسم الحقوقي اللي باعتبار نتقاطع في واحد العديد من القضايا. قضية سي الشاب نعيمي حميد هو أنه كان بكل تلقائية قام بواحد التصريح عبر واحد الفيديو اللي صاب واللي كيقول فيه الوضع الصحي احنا ملتزمين، ولكن الوضع المادي اللي هو جد مأساوي للمنطقة كلها واللي خاص لابد من الدولة تقوم بالدور ديالها في إطار تقديم الخدمات والتمويل والإعانات لهذا الظرف. هذا حكم بسرعة وكانت محاكمة شديدة السرعة بحيث تم تقديم ديالو في نفس اليوم مع 9 صباحا إلى 11، 11:30 تم محاكمته، تنازل فعلا عن حقه في الدفاع، حكم بالأقصى اللي هي 3 أشهر من أجل التحريض على التهمة التي قدم بها وأدين من أجلها التحريض على كسر الحجر الصحي. فعلا تم الاستئناف ديال هذه القضية هذه انطلاقا من كونه أنه تم الزج به بواحد السرعة، وفعلا من موقعنا كدفاع كنت كمحامي فعلا آزرته بعدما تقدم بطلب مؤازرة للجمعية الوطنية للدفاع عن الإنسان، وفعلا أن انتدبت للدفاع عن إلى جانب أستاذ خالدي كذلك من هيئة أسفي. البارحة فعلا نوقش الملف عن طريق المحاكمة عن بعد، وفعلا هذا الشاب هذا وجد إليه تهمة من طرف الهيئة القضائية وكذلك نوقش بما فيه الكفاية. أوضحنا للمحكمة كون بأن العنصر ديال العلم وعنصر ديال التحريض وعنصر ديال النية غير ثابت، انطلاقا من كون هذا الشخص هذا أن أول أمي غير متعلم، ثانيا بكل تلقائية لم يكن ينوي أو كانت نيته ويتشويش أو كسر هذا الحجر، بل أنك باقي الأشخاص المحتاجين وكذلك الفقراء لكي يطالبوا بالاستفادة من الإعانات مع الانضباط لهذا الحجر. وبالتالي أن فعلا أن المحكمة المقرة خاصة القضاء الجليس أنه في أثناء خلوه المداولة متعه أقصى ما يمكن من ظروف التخفيف انطلاقا من عدم سوابقه، انطلاقا من كونه شاب، انطلاقا من اقتناعه فعلا بأن الفعل المنسوب إليه غير ثابت، وتم تعديل الحكم ابتدائي من 3 شهور إلى 20 يوم. وغدا يوم الجمعة فاتح ماي سيعانق الحرية وسيلتحق بقبيلته وبعائلته بمنطقة المراسلة المعروفة بطيبوبتها وبواقعها القاسي قساوة الطبيعة. فتحية لكل من آزر وتحية للقضاء الذي دائما نعتبره مكسبا لهذا الشعب، وتحية لكم أنتم كذلك. كيفاش تم تحريك الدعوة ضد الشعب؟ بمجرد ما تنشر هذا الفيديو هذا طارت طائرة الشرطة القضائية وخاصة الدرك في هذه المنطقة، وتم استقاؤه لكون أنه معروف هذا الشاب نسبيا سن 19 سنة أو كذا، واحد الحركية واحد على كل حال باعتبارنا الشباب دائما يكون طواق إلى النقاش إلى الانتقاد إلى إبداء وجهة نظر إلى إثبات وجوده إلى غير ذلك، واعتبر بأنه شاغبا وتم التقاطه من بين واحد العديد ديال، بحيث بأن حينما تم إلقاء القبض عليه كان يلعب كرة مع واحد 20 آخرين، بمعنى حتى اللي كان مكسر هو الحجر كاين 20 أخرى و20 أشخاص آخرين، ولكن تم كانت هناك حسابات سندلي بها في اللحظة ديالها، بحيث أنه على كل حال سنقدم الأدلة من كان وراء سبب هذا الشخص ومن كذلك حاول الزج به ومن حاول كذلك تلفيق ما لم يقره ونسب إليه هكذا. وبالتالي قضى هذه المدة على كل حال كضحية، وأن من زج به كان يريد
إعطاء درس لأبناء المراسلة حتى يتم يبقى هناك الخنوع وهناك عدم الاحتجاج، في اعتبار أن الاحتجاج هو ثقافة، هو كان مفروض يتم تشجيع الاحتجاج. فعلى كل الاحتجاج نحتاج على واقع اللي ما يمكنش بأنه أن يتم تغييره إلا بالاحتجاج وبالتالي وبالحوار، وكذلك كل أشكال الاحتجاج هي مشروعة ما دامت أنها غير عنيفة وغير مرتبطة بالعنف، وبالتالي لم يرتكب أي خطأ بل من زج به سالأيام والزمن سيكشف من كان وراء ذلك وسنكون لهم بمرصاد.